مرة أخرى أهلا بيكم. يوسف القعيد شخصية مصرية غنية عن التعريف، هو الأديب صاحب الرؤية السياسية والسياسي الذي ينظر للقضايا السياسية الكبرى بعين الأديب. هو أيضا أحد المهمومين بحاضر مصر ومستقبلها منذ نشأته الأولى في محافظة البحيرة، وهو مهتم بالتعبير عن المحيط القروي المصري وما يتصل به من قضايا. هو أيضا أحد حرافيش نجيب محفوظ. ليس هذا فحسب، بل هو من رواد الرواية في مرحلة ما بعد نجيب محفوظ. حصل على جائزة الدولة التقديرية في الأداب سنة 2008، وهي جائزة عن مجمل الأعمال. هو حاليا عضو مجلس النواب المعين. هو في هذه الليلة سيبحر معنا، ونحن سنبحر مع الأستاذ يوسف القعيد في بر مصر عشان نتعرف على ملامح الحرب في بر مصر، وهو عنوان روايته اللي حصلت على المركز الرابع في استفتاء دمشق اللي اختار أهم الروايات الصادرة في القرن العشرين، واعتقد انه كانت اهم كتب عربية. هنعرف منه كان عددها ايه دلوقتي. الحرب الحقيقية اللي هو شايفها، كيفية مواجهتها، دور المثقفين في مواجهة تيار الفاشية الدينية، دور البرلمان في سن تشريعات لمواجهة الافكار الظلمية واقرار الحريات. ربما دي تكون هي رؤيته عن الحرب في بر مصر. خلونا نتعرف منه. اهلا بيك استاذ يوسف. اهلا وسهلا، اهلا بيك. اختيار الروايه خدت المركز الرابع الحرب. هم اختاروا كانوا اختاروا كام؟ اهم 100 عمل ادبي صدروا خلال القرن العشرين، يعني اخذت رقم 4 من 100 عمل ادبي. عمل ادبي ده مركز متقدم، ده استفتاء للقراء والمهتمين بالثقافه وكده، يعني عمل اتحاد الادباء والكتاب العرب في دمشق. في دمشق قبل ما يحصل لدمشق الأشياء المؤسفة اللي بتحصل فيها دلوقتي واللي بتحزن الإنسان كثيرا جدا. طبعا بالتأكيد. طيب نبدأ منين؟ الحرب في بر مصر حضرتك شايفها دلوقتي إيه أطرافها؟ الآن الآن في الآن يعني عارفة إيه؟ صراع إرادات. يعني في مصر الحقيقية بتبني نفسها، بتستعيد نفسها مرة تانية، سنتين من البناء عشان تبني أمة. السنتين دول ممكن يكونوا مرحلة قصيرة جدا. الرئيس السيسي بيحاول كل ما يمكن عمله. يعني لو انت فتحت الجرايد النهاردة تلاقي الأهرام في الصفحة الأولى ان السيسي قرر يبقى رئيس مجلس أعلى للاستثمار. وفي صفحة 3 الرئيس السيسي قرر ان يكون رئيس مجلس أعلى للسياحة. يعني الراجل اعتقد انه يعني بيعمل اللي عليه واكتر شوية، واللي فاضل جهدنا احنا وعملنا احنا وتكاتفنا احنا معاه. مش عايز اقلل ابدا من الاخوان واللي بيعملوه، حبش حتى اقول عليهم لا اخوان ولا مسلمين. لكن احنا ايضا نواجه حرب شرسة جدا منهم ومن حلفائهم ومن اللي عايزين يرجعوهم تاني باي طريقة لحجم التنازلات الرهيبة اللي خدوها واللي كان ممكن ياخدوها لو استمر هؤلاء الناس في الحكم لا قدر الله. طب مين دول اللي حضرتك اشرت اليهم اللي عايزين يرجعوه؟ بعض الناس اللي في الغرب، وبالتحديد الإدارة الأمريكية الراهنة، بالتحديد أوباما، بالتحديد الست المرشحة على حزبه كلينتون اللي هي هيلاري كلينتون. وعلى فكرة برغم كل الهجوم اللي بيتعرض له دونالد ترامب، وبرغم البيان الضخم اللي عاملينه أهم أدباء في أمريكا الآن ضده، والاتهامات له بالفساد وإنه بيدير نادي ليلي وإنه نصاب وإنه أنا أتمنى إن هو اللي ينجح مش هيلاري كلينتون، لأن أخشى إن هيلاري كلينتون تسير على نفس الضرب الذي سار عليه الرئيس أوباما، لأن الحزب واحد والأيديولوجية واحدة. ودول ما زالوا وأنا يعني متأكد من هذا الكلام، لأن هم بيقولوه وبيكتبوه كده، يعني عندهم يعني رغبة تدميرية لمصر تتمثل في محاولة استعادة الناس دول يحكموا، لأنهم الأداة الطيعة الحقيقية لهم، وما هماش بيشكلوا قيادة وطنية زي القيادة الوطنية اللي بيشكلها الرئيس السيسي. طيب حربنا زي ما حضرتك قلت، أو الحرب في بر مصر مع هؤلاء الظلاميين المتآمرين العملاء
لأول مرة بنشوف رئيس متآمر على بلاده، جاسوس طبعًا طبعًا يتخابر على بلاده. طبعًا يعني طبعًا مصر على امتداد تاريخها حكمها شواذ ومجانين، وعلى امتداد التاريخ القديم يعني جالنا أشكال وأطفال، جاء سلاطين أطفال، ولكن جديدة جدا أن يبقى عندنا رئيس يتخابر على بلاده، تمام، رئيس جاسوس، ويسلم وثائق جيشه. مش يعني عمره ما كان جيشه، إنما الجيش اللي هو بيدافع عن البلد اللي بيرأسها، ويسلم وثائق الجهات الحساسة في بلده لدولة أجنبية. يعني دي مسألة لم تحدث، أنه ممكن موظف في مكتبه، ممكن مستشار لي، ممكن سكرتير عنده، لكن دايما الرئيس مسألة القسم اللي بيقسمه والمسؤولية اللي بياخدها وأبهة السلطة، لأنه بيحكم بلد. أنا بعتبر مصر دي دولة إقليمية عظمى، يعني سيبك من مشاكلنا ومن همومنا، لكن هذا بلد عظيم بكل معنى الكلمة، ولا يستحق أبدا من الرئيس، حتى لو كان اغتصب مكانه، حتى لو كان خدع الناس، حتى لو كانت الناس مشيت وراء فكرة دينية هم مش متبينينها بشكل دقيق. دايما الحكم مسألة تفرض النزاهة على من يحكم، ممكن يظلم، ممكن يجور، ممكن يستبد، ممكن يبقى ديكتاتور، لكن أن يخون وطنه دي مسألة لم تحدث من قبل. لم تحدث. أنه يسلم أسرار بلده، خاصة الأسرار العسكرية اللي هي يعني شوف الجاسوس العادي بننظر له على إيه، والجاسوس العادي لما لا يحكم من المحكمة عليه بالإعدام بنشعر أن المحكمة جملته، فما بالك لما يبقى ده رئيس هذه الدولة. أيوة حقيقي. أستاذ يوسف، الإخوان لما رحلوا سابوا لنا وراهم ديل اللي هو السلفيين، خطر الإخوان دلوقتي واستمرار طموحهم في السلطة ده خطر بنواجهه أمنيا ومخابراتيا وعلى مستوى القيادة السياسية، ولكن السلفيين بيمثلوا خطر مجتمعي وفكري. تمام. المعركة هنا فكرية بالأساس. إحنا بقى رغم أنهم برضو ليهم طمع في السلطة، يعني طبعًا رئيس حزب النور ده أيام انتخابات برلمان الإخوان كان بيقول بعد 4 سنين هنبقى إحنا واحد في مصر، هم نمرة واحد في مصر. هم ليهم طمع برضو في السلطة، وشايفينه بيأسسوا دولة الخلافة وهيقيموا دولة الإسلام، وأنه معركتهم الأخيرة هنا أو للإسلام معركة أخيرة على أرض مصر يعني. ولكن هم ما لهمش في التنظيم، وبالتالي مش مؤثرين سياسيا، ولكن القلق. بصي مشكلتهم هي الآتي، معلش أنا قطعت. لا 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 اتفضل. معلش أنا قطعت، مش غريبة بالنسبة طبعا طبعا. بصي احنا معانا في البرلمان 11 نائب سلفي، وده ضد الدستور، لأن الدستور شديد الوضوح إنه يحظر قيام أحزاب على أساس ديني. أيوه. واضح جدا، يعني ما هياش إيه تخريجة أو محاولة للفهم أو للاستيعاب، لا. حظر تام لقيام أحزاب على أساس ديني. لكن بعتقد إن المأزق اللي فيه الدولة المصرية الراهنة واللي فيه الرئيس السيسي فكرة ان هم محتاجين يكون معهم حد يمثل الاسلام السياسي. يعني ربما ده تفسير من عندي انا، عشان كده كان رئيس حزب النور يونس مخيون كان ممثلا في بيان 3/7. كان طبعًا ممثلا له، كان قاعد معاه. لا بالعكس، اقول لك حاجه تاني، والاخوان كانوا مدعوين لهذا اللقاء ورفضوا السيسي، وكان مفروض في كرسي موجود في الصوره الشهيره للرئيس السيسي وهو بيخطب لسعد الكتتني رئيس حزب الحريه والعداله، وما رضوش يجوا. وده بيؤكد ان فكره انه كان فيه نيه لازاحتهم لم تكن موجوده على الاطلاق. لاخر لحظه لاخر لحظه لاخر لحظه كان الرئيس السيسي نفسه يصل معاهم لاتفاق اللي هي الانتخابات المبكره. ولو كان قبل مرسي بهذا الحل ما كانش مشي المسار كده. كانت انما لاخر لحظه. الحمد لله يا استاذ يوسف. طبعا الحمد لله جدا ان هم اغبياء. شكرا انهم اغبياء. الحمد لله ان هم يعني ايه انانيين، الحمد لله ان هم انتهازيين، الحمد لله ان هم نفذوا شعار خير الشطر كاملا، اما ان نملك هذه البلاد او ان ندمرها، مفيش حل وسط على الاطلاق، الحمد لله، يعني ده لمصلحه البلد. لكن لغايه 3/7 لغايه 3/7 والمهله اللي اداها لهم الرئيس السيسي اسبوع، ثم مهله اليومين، ثم يوم بيانه ده كان مفترض ان يجي سعد الكتتني يحضر وما جاش. واخر لقاء بين الرئيس السيسي وما بين محمد مرسي اللي هو قال له احنا الجيش
مهمتنا الاستجابة لمطالب الشعب المصري والوقوف مع ما يريده الشعب المصري، واحنا نرى في المؤسسة العسكرية اللي هم في خدمة الشعب المصري ان تتعمل انتخابات رئاسية مبكرة. فمرسي قال له هفكر وهرد عليك، ولم يرد عليه يعني، وده كويس قوي يعني، الحمد لله. رغم ان لو اتعملت انتخابات رئاسية مبكرة لا يمكن كان الشعب المصري بعد السنة اللي شافها منهم لا يمكن كانوا هيستمروا تحت اي مسمى، بس الحمد لله ان تمت ازاحتهم باكبر ثورة في التاريخ. نزل الشارع فيها على الاقل 30 مليون مصري، وده لم يحدث في تاريخ مصر كله اطلاقا، لا القديم ولا الوسيط ولا المعاصر. قبل 30/6 كنا بنقول انه رغم انه تأسست جبهة الانقاذ وحركة تمرد قامت وحصل هذا التحرك الشعبي الكبير في اكبر ثورة في التاريخ زي ما حضرتك قلت، ولكن احنا ما كانش عندنا في الواقع مجتمع سياسي قادر على مواجهة الإخوان. ما عندناش أحزاب سياسية مدنية قادرة على المواجهة، ما عندناش توحيد للجهود، حتى وإن كان عندنا كتلة مدنية قادرة على الضغط وتحقيق مكاسب، إلا أنها بتفتقد التنسيق أو ما تقدرش تنسق مع بعضها. هل الحال ده لغاية دلوقتي حضرتك شايفه مستمر، ولا عندك أمل في الأحزاب المدنية؟ لا بصي، يعني إحنا عندنا أكثر من 100 حزب دلوقتي. لو سألتيني أسمائهم إيه يعني مش هنفتكر، مش هحاول لان هفشل. ولو سالت اي واحد في الشارع التجربه الحزبيه سواء القديمه اللي تمت فيما قبل 25 يناير او المستحدثه الجديده اللي هي تمت بناء على قانون الاحزاب الجديد اللي عمله اظن المشير طنطاوي او الرئيس عدلي منصور، اللي هو قيام الاحزاب بمجرد الاختار، فوصلنا لهذا الرقم المخيف من الاحزاب. انا في البرلمان بلاقي ناس كتيره من هيئات برلمانيه من احزاب لم اسمع عنها، لم اسمع عنها على الاطلاق. التجربه الحزبيه في مصر محتاجه اعاده نظر، محتاجه غربله، محتاجه وقفه، لان دي بتعمل عدم وجود حياه حزبيه حقيقيه. بيعمل نوع من الفراغ الروحي، بيعمل نوع من غياب السياسه، ان السياسه مش موجوده في حياه الناس، بيعمل مشاكل اساسيه كتيره جدا، ولا بد ان تعود السياسه للناس بشكل او باخر عشان يعرفوا ان دي بلدهم ويمسكوا مصيرها بايديهم ويعملوها بالطريقه اللي هم عايزينها، وعشان يبقى في بديل لليمين الديني، لانه الناس ما بتلاقيش بديل. انا برضو متحفظ على كلمه اليمين الديني، لان تعالي نتفق على انه ما فيش حزب على اساس ديني على الاطلاق، بس للاسف هم موجودين. احنا عندنا النور والاصاله والبناء والتنميه، انما انا لا ارخص لهم يعني. حتى الترخيص بحزب الحريه والعداله اللي هو كان حزب الاخوان، وطبعا كان خطا، لكن هم كانوا بيحكموا فعملوا اللي هم عايزينه، والوسط لسه قاعد برضه، والوسط مازال موجود كتير جدا احزاب، اللي هو بتاع ابو العيلة ماضي وحزب السلفيين، كل ده ومصر القويه يجب ان تكون احزاب على اساس مدني صرف، ولا يدخل الدين في تاسيسها على الاطلاق. علينا ان احنا نعمل ده، لان ده لابد منه، والا هنفاجئ. وانا مش عايز اقول الكلام ده لان كده هلوم نفسي، انه ممكن يبقى في حزب مسيحي، مين اللي يمنع؟ ايه اللي يمنعهم يعني؟ فهنا لازم نتنبه تماما الى ان هذه امه واحده، نسيج واحد. فتح الباب لتدين المجتمع او قيام احزاب على اساس ديني يضر هنا ويضر هنا. هم بيستغلوا يعني استاذ يوسف، حضرتك يعني من اهم كتاباتك هي رصد، او من اهم سمات يعني كتاباتك رصد الواقع القروي المصري. تمام. هم بيستغلوا طيبه وفطريه هذا الشعب طبعا، ومشاعره الدينيه الجياشه، محاولتهم دايما لاستدرار هذه المشاعر الدينيه والعواطف وتحقيق مكاسب. على كل الاصعده عملوا كده يعني. احنا بمناسبه يمكن رمضان بالصدفه، ان احنا عندنا اعلانات كتير لجمعيات البر طبعا. دلوقتي احنا عندنا جمعيتين ثلاثه تحت اشراف الوزاره بشكل مباشر، ولكن اكتشفنا ان فلوس المصريين بقى لها سنين اللي بيقتطعوها من قوتهم وقوت عيالهم بتروح لجمعيات البر الاخوانيه طبعا.
اللي مولت بفلوس المصريين طبعًا. مولت مشروع الاخوان السياسي وقتلت المصريين طبعًا. بفلوسهم طبعًا. 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 فاحنا عندنا هذا النموذج موجود. كتير من المحللين النفسيين وخبراء الاجتماع بيقولوا ان احنا محتاجين لمشروع ثقافي في المواجهه. فروض طبعا. هل احنا طبعًا. بنمتلك في مصر هذا المشروع الثقافي القادر على مواجهه هذه الحرب في بره مصر؟ لا لا حتى الان. وفكره الفكره اللي الرئيس بيقولها دائما وابدا تجديد الخطاب الديني، انا شايف قالها كتير قوي دون ان تتحقق. انا شايف ان احنا محتاجين خطاب ديني جديد تماما، مش تجديد الموجود بطريقه الترقيع. الحاجه الثانيه ان الخطابات الاخرى في المجتمع لازم يتم تجديدها، لازم تتواكب معها. خطاب قيمي، خطاب اخلاقي، خطاب ثقافي، خطاب عادات وتقاليد. يعني احنا محتاجين نجدد حياتنا كلها ويبقى جزء منها الخطاب الديني، انما ما يتعاملش بمعزل عن الاشياء التانية. ما يبقاش واقع متكلس وموقع واقع جامد، واقع عاجز عن التطوير والتطور، واقول اخد حاجة منه واقول اطورها اللي هي الخطاب الديني. لا، كل المجتمع المصري محتاج ان احنا نهزه هزة جامدة جدا علشان يساعد اهل مصر على انهم يتقدموا خطوه للامام، حتى ما يقفوش في الحته اللي هم واقفينها، ما بالك بقى لو تراجعوا للخلف. لانه فلاسفه بيقولوا لو وقفت مكانك لكنك ما انت بترجع ورا، لان كل الدنيا ماشيه لقدام. احنا بقى للاسف مش واقفين مكاننا، احنا بنرجع ورا، وعلينا ان احنا ناخد المبادره ونتقدم للامام من خلال تجديد حياتنا كلها. تجديد حياتنا بكل ما فيها. طب المشروع الثقافي حضرتك بتتخيله كواحد من كبار مثقفين وكتبنا، كيف تتخيل المشروع الثقافي القادر على المواجهة؟ يعني وحضرتك كاتب تصدينا الفترة اللي فاتت لمشكلة أو تصدرت يعني مشكلة رواية الأديب أحمد ناجي. كنت مؤيد ولا معارض اللي في السجن؟ كنت مؤيد ولا معارض؟ هل طبعًا. أنت شايف إن إحنا محتاجين مشروع ثقافي؟ معارض تماما، بمعنى عدم الوصاية على الفكرة. لا طبعا معارض تماما، ومعارض لحبس إسلام بحيري تماما. تماما. وعملنا المستحيل ويا رب نقدر ننجح في البرلمان لإلغاء الفقرة الخاصة بازدراء الأديان من الفقرة وهو من المادة 95. لكن اللي بتكلمي عن فكرة المجتمع المصري، أنا رأيي وده رأي يعني فردي، أهم من كل اللي احنا بنعمله ده كنا عملنا محو أمية للمصريين. يعني كاسترو بعد نجاح ثورته عمل إيه؟ أوقف كل شيء في بلده لمدة سنة، كل شيء لمدة سنة، ومحى واحتفل بمحو أمية آخر كوبي تماما، ومن يوميها ما فيش أمي واحد في كوبا. عشان كده قعد يحارب 40 سنة الولايات المتحدة الأمريكية وهي من هي، لم يستطيعوا تجنيد جاسوس واحد ضده، وهم بينهم مسافة قصيرة جدا. نفس التجربة عملها مهاتير محمد. علينا أن نعتبر الأمية هي أس الفساد، وهي مشكلة المشكلات بالنسبة لوعي الشخصية المصرية، وبالنسبة لإدراك الشخصية المصرية، وبالنسبة لأنه يخرج من الكهف اللي هو شايف أي حد بيتكلم في الدين له ولاية عليه ويقول لك ده بتاع ربنا. كلنا بتوع ربنا، إنما فكرة. وحتى الإسلام كمان فيه ميزة أساسية مش موجودة في الدينين التانيين، إن مفيش رجل دين، يعني لا يوجد فيه ما يمكن أن يسمى برجل الدين زي المسيحية وزي اليهودية. فيعني يا ريت لو نمحو الأمية وناخدها قضية حياة أو موت، لأن دي شديدة الاهتمام. المواطن الذي لا يقرأ ولا يكتب، تأكدي أن وعيه وإدراكه وفهمه، مش عايز أقول متخلف لأن دول أهلنا، كل دول أهلنا، إنما ليس على المستوى المطلوب اللي يقدر يعمل تجربة تاخد مصر لقدام. طيب يعني أين طليعة المثقفين اللي ممكن يقودوا هذه الحركة الفكرية والثقافية؟ هرجع لك تاني في مواجهة الرجعية الأمية، لأنه أهم مثقف في مصر دلوقتي بيطبع من كتابه كام نسخة؟ 1000 نسخة. 1000 نسخة. كنا 3000 في الستينيات، بعد التقدم الجديد اللي حصل في الطباعة وخلاها أسهل بكتير من زمان، بيطبع 1000 نسخة. إحنا كام مليون؟ خسارة. 90 مليون. فده رقم مخزي. لا حضرتك يا دكتور، انا اول مره اسمع الرقم ده، بس هو الحقيقه دي صادمه بالنسبه لي. لا والله، لا يعني
اهم كاتب عندنا في مصر يطبع له 1000 نسخه. نجيب محفوظ. يعني انت عارفه الروايه الوحيده اللي بتتباع لنجيب محفوظ في السوق دلوقتي وبغزاره اللي هي افراح القبه عشان المسلسل بس وخلاص، من اجل المسلسل رغم ما يعرض لا علاقة له بالمسلسل من قريب او بالرواية من قريب. انا قريت الرواية يعني افراح القبة، والقبة دي بيقصد بيها السماء. بعد الحلقة العاشرة حاجة تانية خلاص ملاش اي علاقة بالرواية. لا فعلا عندنا ازمة قراءة. سببها ايه؟ انك انت عندك لما تطلعي 40% من المصريين اميين حسب تقديرات الدولة، حسد انا الدولة بتقول 26% من المصريين الاميين، عندي حوالي 30 مليون امي، ده رقم كبير جدا. الى جانب المتعلمين غير متعلمين، يعني الى جانب ان انا نظامي التعليمي لازم اعيد النظر فيه، لانه التلميذ او التلميذه بيدخل عشان ياخد شهاده عشان يتوظف بيها، مش عشان يبقى انسان افضل، يبقى عنده ادراك احسن، يبقى عنده معرفه احسن بالواقع، لا بيدخل من اجل ياخد رخصه، هذه الرخصه تمكنه من العمل في وظيفه لا اكثر ولا اقل. طبعا كل هذا التركيب لا يؤدي، اي مثقف يقول لك انا هغير الواقع ده يا اما بيضحك على نفسه او بيضحك على الناس، لان تغيير الواقع يستلزم انه يبقى في تواصل بين الكاتب والقراء بتوعه. حقيقي هذا التواصل مش موجود. طبعا وزي انا باكد على كلام حضرتك، هو انه في عندنا اجيال من المتعلمين الجهله. بصي يعني انا قابلت بنفسي ناس واخدين بكالوريوس وبيكتبوا اخطاء املائيه اكنها طفل في الحضانه. شفت واحد متخرج من دبلوم وبيديني يعني اوراق للتعيين، فبقول له اكتب لي بياناتك، انا ما بعرفش اكتب. طب خد دبلوم ازاي؟ الحكايه دي خطيره، المنظومه التعليميه كارثه. طبعا وبعدين جنب بيتك لو في واحد بيبيع جرايد انزلي له بالليل وهو بيرجع المرتجعات، شوفي حجم المرتجعات من الجرايد شكله ايه. يعني عايز اقول لك ان في دراسه ممنوع انها تتنشر بتقول ان كل ما يوزع من الصحف المصريه كلها يوميه ومعارضه وحزبيه واسبوعيه وشهريه لا يكمل 800,000 نسخه. احنا في الستينيات، وكان عندنا 3 جرايد فقط ومجلتين، كنا بنوزع اكثر من 1,000,000 نسخه. هل وكان عددنا اقل وكان عددنا اقل بكتير جدا جدا جدا. فدي محنه اخرى، دي محنه كبيره جدا. الاجانب بقى اللي بيشتري جورنان، وشوفي اهتماماتهم، يا رب تتعمل دراسه، يا رب المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه يا رب يتعمل دراسه، بيهتم بالبخت، بيهتم بالحوادث، بيهتم بالكوره يعني بالموضه لو كان واحده ست، او بالطبخ، انما فكره ما يبني الوعي وما يبني الادراك وما يسلمنا مواطن حقيقي بمعنى المواطنه الحقيقيه ما حدش بيقرب من هذه غير الأشياء. موجود. انت عارفه الصحافه المصريه بتنشر فيها كل يوم الصبح 800 عمود راي، يعني 800 مقال على شكل عمود. تخيلي ايه اللي ممكن يتقري فيها وايه اللي ممكن ما يتقريش فيها، وهما بيمسكوا الجرنان كده يفروه يشوف، يروح على صفحه الوفيات اذا كان بينتمي لعيله عريقه عشان يشوف مين اللي مات فيعزي، وفي اللي يروح على صفحه الحوادث، وفي اللي يروح على البخت، وفي وهكذا، والكوره بس والنجوم. انما ان يقرا دي مساله. والله امبارح كان في ملحق بيتوزع كل يوم سبت مع جريده الاهرام، حاجه مبهره طبعا. وملحق ده مليان قصص ادبيه. ده غير مترجم. الملحق الادبي وكله مترجم. ومع ذلك مين بيفتح ومين بيقرا ومين بيهتم؟ والله يا استاذ يوسف انا 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 فعلا في حاله ذهول. يعني انا بسمع الارقام اللي حضرتك قلتها لنا دي النهارده مهمه جدا. يعني 800 عمود ومقال راي في الاصدارات الصحفيه كل يوم، والناس بتقرا بس صفحه الوفيات. بس عايزه اقول لحضرتك مش العائلات العريقه بس، المصريين ملعين بقرايه صفحه الوفيات. وبيبداوا بالقرايه من ورا عشان صفحه الوفيات. تمام. دي حاجه عايزه دراسه نفسيه جدا جدا. كمان الارقام الثانيه اللي حضرتك قلتها، قلت حضرتك في الستينات كان عندنا اصدارات صحفيه عددها قد ايه وبيتقري منها؟ 3 جرايد ومجلتين، وكانوا بيطبعوا اكتر من 1,000,000 نسخه، وكانوا بيبيعوا، وكان تعدادنا ساعتها اقل من كده بكتير. احنا تعدادنا كبير جدا، كل ما نصدره
ما بيعملش 850,000 نسخة. 850. فده رقم محدود ومرتجعاتهم كتيرة جدا. مرتجعاتهم. ومرتجع انت عارفة المرتجع اللي هي الكمية التي لا توزع وبتتربط عشان تتاخد. ده غير انه اللي توزع في منه كتير جدا بيتوزع ببلاش على المؤسسات الحكومية واجهزة الدولة. إذن احنا ما عندناش مشروع ثقافي، ممكن نقول ان مشروع الستينات الثقافي كان اقوى من دلوقتي؟ كتير. كتير. ليه؟ كتير. ليه طيب؟ لانه كان اولا مش عايز يعني احنا عندنا اعداء. احنا عندنا اعداء. بس عندنا اعداء مجهولين. انما في الستينيات كان في صراع مع قوة اساسية كانت تريد للدولة المصرية الا توجد. وارنولد توينبي قال تعبير مهم جدا ان حضارة مصر كلها قامت على فكرتين اساسيتين، التحدي والاستجابة. خدت بالك؟ احنا محتاجين تحدي عشان نستجيب وعشان نشتغل. المشروع الثقافي الان يعني بص ما عندناش صناعه سينما. ما عندناش صناعه مسرح. ما عندناش صناعه دراما تلفزيونيه. انا اقصد الدوله. مش شركات القطاع الخاص اللي بتعمل الخزعبلات اللي ماليه الدنيا دي كلها. يعني زمان في الستينات حضرتك تقصد ان كان كل ده الدوله بتدعمه. طبعاً. طبعا كل ده كمشروع دوله. طبعا. اهم افلام سينما تشوفيها وانت قاعده في البيت وتبقي فرحانه. استوديو مصر الابيض والاسود اتعملت كلها بمعرفه الدوله المصريه وفي الستينيات. أيوة. كلها حقيقة. تقريبا بعدها ما فيش حاجه اتعملت. والمسرح ايضا عندنا كلها كانت مسارح الدوله كلها مغلقه. في مسرح السلام في اسكندريه الان هذا المسرح بيتهد خلاص عشان تتعمل عماره مكانه. وطالع وزير الثقافه يقول ده مش تبعنا ده تبع المحليات. دي جريمه. دي جريمه. مسرح على الكورنيش عريق مهم قطعة من التاريخ وجايين ناس عايزين يبيعوه عشان يعملوا مكانه عمارتين ثلاثة ازاي وبقية المسارح مغلقة. المسارح دي مدارس الشعب. مدارس. يعني المسرح طبعا مش بتروح تتفرجي على ممثلة او ممثل وبيقولك لا ده انت بتروحي بتتعلمي وبتشوفي حالة ابداع قدامك مباشرة. مش من خلال سينما او تلفزيون او يعني المسرح ده شيء مهم جدا طبعا. ومفيش عندنا مسرح للاسف الشديد. طب كان في واحد عامل نشاط مسرحي مخرج اسمه فتوح احمد كان عامل حركه هايله. طلع معاش الشهر اللي فات. ما مدلوش مشوه والله. معلش ما هو هنعمل ايه اجيال كتير وتعدادنا بيزيد قوي برضو المشكله دي محتاجه لها حل. في حاجه اسمها ثقافه الزحام. لو في ادراك لو ما فيش اميه تعدادنا مش هيزيد. اكيد. ومش هنقع فريسه لثقافه الزحام اللي احنا دلوقتي يعني بنعاني منها. الناس بتدوس على رجلين بعض. اكيد. طيب ممكن يعني الكلام كتير قوي بس عايزه اختم بسؤال بما انه حضرتك وصلت اللي قلت ما عندناش دراما بدعم الدوله، ما عندناش سينما، ما عندناش طبعًا. مسرح طبعًا. كل ده مشروع طبعًا. دوله كان لازم طبعًا. هي اللي تقوم بيه. فمش ممكن مش هسال حضرتك على المشهد الدرامي في رمضان وحضرتك الاديب الكبير واللي عينك الادبيه وحسك الادبي بيرصد هذه الظواهر مشهد العنف. كان عندنا ثلاث جهات تابعه للدوله بتنتج دراما. قطاع الانتاج. صوت القاهره للصوتيات والمرئيات. مدينه الانتاج الاعلامي. ثلاثه لا ينتجوا. السنه دي اشتروا بعض المسلسلات الجاهزه على طريقه تسليم مفتاح. ايه قيمه ان الدوله تعمل دراما؟ لان هي اللي عملت ليالي الحلميه، هي اللي عملت الساقيه، هي اللي عملت الشهد والدموع، بوابه الحلواني اللي يكفي انك تشوفي حلقه منها على الوسيه. فلابد ان تعود الدوله لدورها في انتاج الدراما التلفزيونيه. التلفزيون ما فيش فيه ميزانيات. جم في اللحظات الاخيره بعد تعيين صفاء حجازي وراحوا شارين كام مسلسل باسمهم دي مسلسلاتهم وعرضوهم في التلفزيونات كتر خيرهم لان كان التلفزيون لا يعرض اي شيء من قبل. لكن لازم نعود للانتاج. لازم نعود لانتاج دراما تلفزيونيه لان احنا قدنا الامه العربيه بالسيما. دلوقتي القيادة تبقى بالدراما التلفزيونية هي دي لغة العصر. وأيضا لازم يكون عندنا إنتاج سينمائي. لازم يكون عندنا إنتاج سينمائي. كل مرة نشوف الرئيس السيسي نلاقيه بيحسد عبد الناصر على إعلامه. حقيقي. بيقول عبد الناصر كان عنده إعلام. فين هو الإعلام اللي كان مع الرئيس عبد الناصر؟ كان في مجتمع آخر وبلد أخرى. أنا مش عايز أحمله حكاية الإعلام. انما لازم يبقى عندنا ثقافه
ولازم يبقى عندنا اعلام غير الموجود دلوقتي. كنا مش محتاجين دلوقتي لفكره الغاء وزاره الاعلام؟ الغائها كان جريمه. وعلى فكره اقرا الدستور، هم بيقولوا لغوها عشان الدستور ما نصش على وزاره الاعلام. لا اطلاقا، الدستور لم ينص على الغاء وزاره الاعلام، الدستور نص على قيام كيانات اخرى، على قيام كيانات اخرى بموجب قانون الاعلام الموحد اللي ما صدرش لغايه دلوقتي. خدت بالك؟ مجلس الاعلام المرئي، مجلس الاسماع، الاعلام المسموع، مجلس الاعلام المقروء. انما لم يقل كلمه الغاء وزاره الاعلام. وهذا الالغاء كان جريمه في حق مصر، رغم ان اللي عملها راجل انا بحبه اللي هو المهندس ابراهيم محلب. انما ما كان يجب اطلاقا الغاء وزاره الاعلام. واللي بيتشبهوا بالغرب ملناش دعوه بيهم. لا يا ستي، لا عندنا واقع المركز. لا لا، اداره الاعلام التابعه لوزاره الخارجيه البريطانيه او في فرنسا ميزانيتها قد الحكومه المصريه نفسها. حقيقي. صحيح ما فيش وزارات اعلام، انما في ادارات للاعلام ميزانيتها ضخمه جدا وامكانياتها غير عاديه. كلام حضرتك طبعا في الصميم، والحوار مع حضرتك يحتاج وقت يحتاج وقت اكتر من كده. بشكر حضرتك جدا ان شاء الله، واستمتعت بالحوار مع حضرتك وشرفتنا. وكل سنه وحضرتك طيب، وفي الذكرى الغاليه دي اللي هتفضل دايما يعني ذكرى غاليه على قلوب المصريين، وان شاء الله تبقى ليها اكبر الاثر في مستقبلهم باذن الله. اشكرك كاتبنا الكبير استاذ يوسف قعيد، وشكرا لتشريفك وقبولك الدعوة. يا ربنا يخليك. شكرا لحضرتك. وفاصل ونلتقي بعده مع آخر فقراتنا ولقاء هام مع الأستاذة الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي، واللي هتقدم لكم كلام فيه مفاجآت كتير، انتظروها.